للحديث أكثر عن المأساة الإنسانية في غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال في القطاع والضفة وبقية الأراضي الفلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود شجراوي، وكذلك سينضم إلينا بعد قليل أيضا الصحفي الفلسطيني من رام الله حسام عز الدين. البداية معك دكتور محمود، بداية أهلا بك. يعني الاحتلال كما تعلم يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 197، توشك الحرب أن تصل إلى يومها أو إلى يومها 200، والاحتلال أوقع المزيد من الضحايا. السؤال هنا، كيف تفسر استمرار انتهاج الاحتلال سياسة الأرض المحروقة رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ الكريم أنت والسادة المشاهدين. واضح أن العدو الصهيوني لا يحسب حسابا لا للمنظومة الدولية ولا للمؤسسات الدولية ولا للإبادة ولمحاكمته بالإبادة الجماعية ولا لشيء من هذا. واضح أنه يختبئ تماما تحت اليد التي ترفع في مجلس الأمن لترفع وتستخدم حق الفيتو الممنوح لأمريكا فوق رأس العالم. واضح أن العدو الصهيوني يختبئ خلف الفيتو الأمريكي، أو هو الذي يصدر الفيتو الأمريكي لكل قرار يمكن أن يدين هذا الاحتلال المجرم الذي لم يترك أبدا أي جريمة مورست لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث إلا ونفذها في لحمنا الفلسطيني، سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وإن كان إجرامه في قطاع غزة أفظع وأقدع وأكبر بكثير من كل الإجرام الذي سبق للبشر أن سمعوا به في كل الحروب السابقة. لعله في الحروب التاريخية أستاذ الكريم أستاذ مصطفى كان العالم لا يسمع ولا يرى عن هذه الجرائم إلا أن يسمع رقما، كان يقال أبيدت القدس في عام 1099 وقتل منها 70,000 إنسان، لكن في هذا اليوم نحن منذ ما يقترب من 200 يوم نحن نرى في كل يوم المجازر والقطع بالدم الفلسطيني والنزف والإصابة ومنع الإسعاف، بل واستهداف سيارات الإسعاف واستهداف المشافي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، واستهداف المدارس ومراكز الإيواء. لم يترك هذا العدو الصهيوني جريمة يمكن أن تدينه إلا وقام بها، ورغم ذلك لم يدان في شيء حتى الآن. دكتور محمود تفضل، لك أن تتم الفكرة. تفضل. حتى أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ولم يكن مؤثرا فيها، وكان حكما يعني بنكهة التنبيه أو حكما بنكهة الرجاء، ولذلك هو إجرامه لم يختلف قبل الحكم عنه بعد الحكم، لم يختلف قبل القضية عنه بعد القضية. وللأسف أن كثير من دولنا العربية والإسلامية لم يدفعها حتى الحياء أو الخوف من الله عز وجل أن تدعم هذه القضية أو ترفع قضايا كثيرة. ولدى الصحفيين ولدى الناس العاديين الآن آلاف الشواهد وآلاف الأدلة التي تكفي لرفع ملايين القضايا على وضحت هذه الفكرة. طيب، ماذا عن تحالف أسطول الحرية الدولي دكتور محمود؟ وأنت تعلم أن هذا التحالف شكلته منظمات مجتمع مدني من 12 دولة، ويواصل استعداداته لنقل مساعدات إنسانية من إسطنبول إلى قطاع غزة. السؤال هنا، كيف يمكن لهذه المساعدات أن تصل في ظل تعنت الاحتلال وحصاره المتواصل لقطاع غزة؟ يعني أستاذ مصطفى، هؤلاء الناشطون حقيقة نحن نوجه لهم أعظم التحية ونرفع لهم القبعات، لأنهم بالمناسبة جميعهم يوقعون على أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث لهم. أنا شخصيا قدمت لأن أكون أحد هؤلاء الذين يعني يذهبون في هذا الأسطول، وأنا أعلم أن العدو الصهيوني قد يعترض هذه السفن، وقد لا تصل المساعدات إلا أنها صرخة مدوية لكل العالم، صخرة عالمية ليست إسلامية وليست عربية، إنما هي يعني صرخة من أحرار العالم، وفيهم أوروبيون وفيهم مسيحيون، ويمكن لا أستبعد أن يكون من بينهم يهود، من يهود المعارضين للصهاينة أو المعارضون لفكرة قيام دولة الاحتلال الصهيوني. ولعلنا نستذكر في حديثنا عن أسطول الحرية ما في مرمرة 2010 التي تعرض لها الاحتلال وعمل إنزال جوي عليها وقتل 9 من الإخوة الأتراك شهداء، ثم استشهد العاشر وكان جريحا
وما زالت ما في مرمرة بالمناسبة. هذه السفينة ستكون واحدة من السفن التي تعد نعم لتعود في هذا الموسم لكسر الحصار عن قطاع غزة ومحاولة إيصال هذا الصوت الحر لكل الدنيا، أن العالم، كل العالم قد أسقط الرواية الإسرائيلية ويعلم حقيقة الإجرام الصهيوني وحقيقة ما يحدث في قطاع غزة من إجرام نعم منقطع النظر. المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.